بسم الله الرحمن الرحيم. نور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم
فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، waxa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa suuratul mulk, oo jiskii hore ama markaynu dhammaynay jiskii labaad ayaa caawa aynu bilaabaynaa biidhnillaah. Suuratul mulki waa makiya, aayaadkeeduna waa 30 aayadood. Fadaaisheeda waxaa ka mid ah xadiid ku soo arooray saxiixu sunan ibni maaja, abu hurayrana uu warinayo inuu rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasallam: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. وحنبي ولي صلوات ربي وسلامه عليه سورة قرآن كمدأة وصدن آية ضوضة أيا صاحب كيدي ويرقيسي إلا لودن بدافي وتبارك الذي بيده الملك وسورة سورة الملك. marka waa suurad fadliga leh oo ruuxa akhriya ee u fiirsada ee ku camal fala shafaacada iyo ergada uu ku helayo. Suuradan mawaadic kala duwan ayaa sidii suwarkii horeba inagu soo maray Ilaahay kaga waramay tabaaraka wa tacaala. Mawduuca ugu horeeya aayaadkan shanta ugu horeeya ay ka waramayaan waxa weeye madaahiru qudrati illaahi caza wa jal, وأن كمال الخلق دليل على كمال خالقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وحصورة لغو بلابي مظاهر تيمو قالدة صناية إلهي سبحانه وتعالى أوديس يقدرديس. وحنا هل كاكوشرة إن دم يستران كخلق إلهي ويهي مد دم يستران أنقل دلولة إيا خلال لهين كمال كخلقه waxa uu astaan iyo daliil u yahay kamaalka iyo dhamaystiranka khaaliqa abuuray. Oo shaacirku wakiil ahaa wa fi kulli shay'in lahu aayatun tadullu cala annahu waaxidu, shay wal oo makhluuqaadka rabbi ka mid ah waxa ku jira aayad, macnaha astaan iyo calaamo tusinaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu yahay waaxidun laa shariika lah, mid keliya oo waaxid ah oo weyn oo wax la wadaaga anay jirin waxa weeyaan uluuhiyadiisa iyo rububiyadiisa iyo asmaadiisa iyo sifaatkiisa. Marka aayaadka u horeeya waxa ay ka waramayaan madaahirta qudrada Rabbi. Aayaadka ku xiga aayadda 6-11 wuxuu Rabbi kaga waramay caaqibatul kuffaar waactiraafuhum bidunuubihim, cidhibta xun ee dambe gaaladu ay la kulmi doonto iyo sida ay dunuubtooda u qiranayaan waqti aan qiraalku waxba u tarayn. Aayaadka kale ku sii xiga ee aayadda 12-aad ugu horeysa, inna alladiina yakhshawna rabbahum, waxa ilaahay aayaddaana kaga waramay jazaa'u alladiina yakhshawna allaha bilghayb, kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya abaalmarinta wanaagsan ee ay helayaan. Aayaadka ku xigaana waxay tilmaamayaan cilmullaahi tacaala wa kasratu nicami, ilaahay cilmigiisa caamka ah iyo nicamtiisa tirada badan. Oo ilaahay aayaadka uu leeyahay wa asiruu qawlakum aw ijharuu bih innahu caliimun bidaati suduur alaa yaclamu man khalaq wa huwa allatiifu alkhabiir ilaa aakhiriha, waxay tusinayaan cilmiga alle siduu caam u yahay oo u ballaadhan yahay. Dabeed ilaahay waxa uu ku xujisiinayaa kasratu nicamihi calaa cibaadi, nicamtiisa tirada badan ee addoommadiisa uu ku galladaystay oo ay ka mid tahay arlada uu u sakhiray ee dhexdeeda ay socdaan ee ay ka shaqaysanayaan iyo arsaaqadiisa ay cunayaan. huwa alladii jacala lakum alarda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqi wa ilayhi nushuur. Aayaadka kale ka bilaabmaya aamintum man fi samaa ilaa aayadda 18-aad waxa ilaahay kaga waramay tahdiidun lilkufaari min cadaabi illaah, goodiga iyo hanjabaadda gaalada loogu hanjabay
إلهي سبحانه وتعالى عذاب كيس يعقوب ديسة إن أنا آمن كأهين أو أي مناسب تاي إن أنا إسدقان أو أي تاي إلهي سبحانه وتعالى إن عذاب كيس كعب صودان آيات كلاك بلاب ما يأمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إلى آيات الله بي لباتنات وحي إلهي كقور رمي توبيخ المشركين على كفرهم وعبادتهم للأصنام عنان تقال هذا المشركين تلقوا عنان تي قال لماذا ذا إيا شركي قودا إيا أصنام تأي عابد أيان طب يدي لهي وحاوك حجسيي بيان قدرة الله في الخلق والحشر وإثبات الحشر وأن علم الساعة عند الله وعاقبة الكفار في ذلك اليوم وحلقوا حجسيي عدين تألاه عديي أود إيا قدرة دي سوين إيا كترتا أبورست إلهي سبحانه وتعالى خلقه سو أبوري إيا حشرنت الضمب خلقه إلهي حقه صلو سو أرورنا إيا سقد الله سقاي حشرك إيا إسا سو سارد الضمب إيا تلمانت الرب وتلمامي ساعد أغال كيدو إلهي أكتي سوون إنو يالو أعدك لأني أغين إيا عاقبة أما عربتحن أغالدو أي لك الميان دبا ده إلهي سبحانه وتعالى وحصورة ده قنانت كي يقب قبده ده وكتل مامي بيد الله النجاة في الآخرة وبيده الماء المعين في الدنيا إلهي قعنتي سيني كترتو بدباد ده آخره قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم وحبت باد ده آخره أي كترتا إلهي قعنتي سا وبيده الماء المعين في الدنيا بيها دردر كأه إلا عبية الدنيا دنا إلهي قعنتي سيكتران أو بيه هضي أروران ودلك هوس أي قوسان عدان الله ينو إذن سوصاري كرتان مجرتو قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين مركا مواضع داس با إلهي سبحانه وتعالى سورة دنوك غور رمي إلهي سبحانه وتعالى وحويلي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ربي وحويلي تبارك وحكريي أما تبارك أي تعاظم وحوينادي أما تبارك أي كثر خيره وحخير كي صعوبتي إن تبوى الله فصريه الذي الله بيده جعنتي سو كشرو الملك لهان شها يبقرتني ماذا أردمي وهو الله على كل شيء شيء والبقدير كي كروي وحسري أو وينادي أو خير كي صبتي إله وح والبيسق ملكي إسكاله وملك جاء الدنيا إياك آخره لبذا بربي أسقنا ذن أو وح الدنيا ضاعت شيئا سنة أسل كي سوى من الله إلهي بحقي سكي من أو هدو دونه تهو كاعشا بيدي واصف إلهي الله سغيه سي إلهي عننتنا الله سغيه أو تبارك وحك الرئي الذي الله بيده قعنتي سو كتر الملك بقرت نمذا هي ملكك ها أرنن سيادتك قاركو دي كو أولان بيده أي بقدرته أوديس وهي قدرة هي أودنا واصفة ألا أوليها يدك هي قعنتنا واصفة ألا أوليها لبدا با إلهي إساقا إسكو سوغي مدنها وديدين مدنها اللدونين لبدا با أسوك وأدوها فرقلين لكن واحد كنا بدق ليس كمثله شيء وهو سميع البصير إلهي وحلا مدين مجرؤو إساقا إيانا مقل بضن أو أرق بضن وصفة يعني وحويان طريقة كلية إلا قلنا بدقلية طريقة أهل السنة والجماعة وإن صفات كالرب الله قصه سيدة النفتيسة قصه إيضا أو أن لعدلين أو أن لو ديدين أما أن لقاء أويلين أما أن كيفية إيقاب مدنا أن لو سمينين أو الله قصه يؤهم سيدة إلهي نفتيسة قصه كيفية إيقاب كأيتاين لا يعلم كيف هو إلا هو سيدة إيهاي ربي ذات ديسة إيا صفات كيسة إلهي موي أحد قران كرامتشه مركا وحانا دادوك أوودي كارين هاي سكو دبن لكن سيدا ألا ويريو انكو ضاف سيدا ساتكو نبت قلي
laakiin hadaad macno kale ku awisho tidhaahdo biyadihi ay biqudratih ilaahay markuu ku yidhaa yadka anaa naftayda u sugay ee maxaad iiga leexisay maxaad ku jawaabi laakiin sidaa haddaad ku dayso waxa weeyaan allahayow waxaad naftaada u sugtaan u sugay kuuma diidin allah waxa uri tabaaraka ay tacaalaa waxa sareeyey ama tabaaraka ay tacaadama waxa weynaaday ama tabaaraka ay kasura khayruhu waxa khayrkiisu batay alladii allaha biyadihi gacantiisa uu ku jiro almulku lahaanshaha iyo boqortinimo oo dhammi wa huwa alle calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii kare ee awooda weeyi alladii allaha weeyaan rabbi khalaqa abuuray almowta dhimashada iyo walxayaata noloshaba muxuu abuuray liyabluwakum si uu idinku imtixaamo ayukum kii neebaa axsanu wanaag badan camalaa xagga shaqada iyo camalka kee idinku camal iyo cibaado wanaagsan wa huwa rabbi alcasiizu waa allaha qaalibka ah een cidina beegsan karay waa allaha cid walba isagu muquuniya ee awoodda iyo qalabada iska leh wallaahu qaalibun calaa amrih walaakina akhara annaasi laa yaclamuun alghafuuru waa allaha dembi dhaafista badan ee addoommadiisa u soo noqda ee dembi dhaaf weydiista u dembi dhaafa wa innii laghafaaru liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma ihtadaa alladii waa allaha khalaqa abuuray sabca samaawaatin samooyin toddoba ah tibaaqan xaal ayihiin kuwa isku daboolan oo isku dadan oo midba ta kale ay ka sii sarrayso iyadoon hadda midina mid kale taabanayn ayaa haddana ay isku dadan yihiin oo isku daboolan yihiin oo midiba ta kale ay ka sii sarraysaa allah waxa wari maa tara ku arki maysid mukhaatabow kan lala hadlayow ku arki maysid fii khalqi raxmaani ilaaha naxariista ballaadhan leh abuurkiisa iyo waxa uu khalqay ku arki maysid min tafaawutin wax kala tagsanaan iyo kala duwanaan ah oo aad tidhaahdo allah halkan miyaa sidan la yeeloo sidan laga daayo farjic bal hadda ku celi albasara araggaaga bal hadda ku celi hal taraa miyaad ku arkaysaa min futuurin wax dildilaac ah bal samaawaadkaa inaga sarreeya bal hadda aragtidaada ku laba celiyo wax dildilaac ah miyaad ku arkaysaa thumma arjic haddana ku celi albasara aragga karatayni laba jeer bal hadda dib ugu celi yanqalib wuu kugu soo noqon ilayka adiga albasaru araggu khaasi'an xaal u yahay mid guuldaraystay oo wuxuu rabay aan soo helin yacni haddaad eegtood istidhaahdo bal hadda inuun daldalool iyo dildilaac iyo goldaloolo ka doondoon araggaagii wuxuu kugu soo noqon wuxuu doonayay isagoon helin walxaal huwa araggu xasiirun u daalay weliba aad ku daasho mar dambeba aanad ku celin karayn allah waxa wadhi walaqad zayannaa xaqiiqa ahaan waxaanu ku qurxinay assamaa'a samadii addunyaa ee dhoweyd waa toddobada samo tanina soo xigta e bimasaabiixa faynuusi ayaanu ku qurxinay waa xidigihiie wajacalnaa waxaananu ka yeelay haa xidigahaasi rujuuman kuwa lagu gano lishayaatiini shayaadiinta kuwa lagu gano ayaanu xidigahaa ka yeelay waactadnaa waxaananu u diyaargaraynay lahum shayaatiinta cadaaba saciiri naartaa holcaysa cadaabkeeda ayaanu u diyaargaraynay oo macnaha adduunyadana marka ay shayaadiintu intay isdul fuulfuulaan ay doonaan samaawaadka inay u dhowaadaan oo khabarka malaa'igtu ay ku sheekaysanayso yacni wax ka mid a inay soo xadaan markay doonaan shayaatiintu waxaa lagu ganayaa madaaficda rabbaaniga ah waa dhimbiilo ololaya oo xidigaha ka soo duulaya marka adduunka sidaa loogu ganayo shuhuubta iyo gantaalahaas ayaa aakhirana cadaab darani ugu diyaar yahay oo adduunna kumay nabadgelin aakhirana ku nabadgeli maayaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa aayadda labaad ee liyabluwakum waxa uu ku tilmaamay xikmadda ilaahay geerida iyo nolosha u jideeyay inay tahay
si dadka loo imtixaamo ayukum axsanu camala. Halkaas macno aad iyo aad muhiim waa ku jira. Lama odhan liyabluwakum ayukum aktharu camalan, waayo camal badnaantu qiimo mala, tira badnaantu haddii tayo la waayo. Marka allah wuxuu yidhi axsanu camalan, marka waxaa la eegayaa alcibratu bilxusni laa bilkathra, waxaa la fiirinayaee la tixgelinayaa waa tayada, ee tirada ma aha. Oo camal yaroo kooban oo tayo leh inaad samayso ayaa ka midha badan camal fara badan oo bilaa tayo ah. Haddaba waxay isweydiin leh tayada camalku maxay tahay ama maxay ku imanaysaa? Waxay ku imanaysaa laba shardi. Labadaa shardi waxay noo qeexaya Fudayl ibnu Ciyaad Abu Cali calayhi raxmatullah. Aayadda markuu fasiraya ayukum axsanu camalan, Fudayl ibnu Ciyaad waxa uu yidhi ay akhlasuhu wa aswabuhu, si laydin imtixaamo ka camalkiisu ugu khaalisan yahay ee ugu sawaabsan yahay. Faqiila lahu yaa abaa cali ma akhlasuhu wa aswabuhu, waxaa la yidhi abuu caliow akhlaska iyo aswabka camalku waa maxay? Faqaal, dabeed waxa uu ku jawaabay ina alcamala idaa kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal, wa idaa kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal xataa yakuuna khaalisan sawaaba. Waxa uu dhi abuu cali camalku haddii uu noqdo camal khaalis oo ilaahay dartii loo sameeyey laakiin aan sawaabahayn oo sunnada rasuulka aan ku sugnayn, la aqbali maayo. Hadduu camalku yahay camal sawaabo sunnada rasuulka waafaqsan, hase yeeshee aan ilaahay dartii loo sameeyin oonu khaalis ahaynna, la aqbali maayo ilaa camalku uu noqdo khaalisan sawaaban. Waa maxay markaa khaalisan sawaaban? Waxa uu yidhi walkhaalisu an yakuuna lillaah wasawaabu an yakuuna cala sunna. Waxa uu yidhi khaalisku waa inuu camalku noqdo mid ilaahay dartii loo sameeyey oo cid kale aani dheef iyo nasiib ku lahayn, ha lagu arka iyo ha lagu maqla iyo adduunye ku hel iyo dadka yaan lagaa garan iyo ha lagugu ammaana iyo waxaasoo dhammi inaanay shaqo ku lahayn oo ilaahay dartii aad u samaysay. Waxa uu yidhi wasawaabu an yakuuna cala sunna, sawaabkuna waxa weeye camalku sunnada rasuulka inuu waafaqsan yahay oo wax bidcaa ood adigu bilaabatay ama cid kale aad kaga dayatay inaanu ahayn, laakiin uu noqdo waxaad rasuulka u daba fadhido sallallahu calayhi wasallam. Idan axsanu lcamal waxa weeye maa kaana khaalisan sawaaban. Labadaa shardi haddii lagaa helo ikhlaas iyo mutaabaco, camalkaagu waa axsan waana saalix. Haddii kale axsanna ma aha, saalixna noqon maayo. waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamay aayaadkan xidigaha in laga dhigay rujuuman lishayaatiin. ibnu alcarabi almaliki calayhi raxmatullah kitaabkiisa axkaamu alqur'aan waxa uu qataada ka soo wariyey inuu yidhi khalaqa allahu hadihi annujuuma lithalaathi khisaalin, jacalaha allahu ziinatan lissamaa wa jacalahaa yahtaduuna biha wa jacalahaa rujuuman lishayaatiin. waxa uu yidhi qataada ilaahay xidigahan wuxuu u abuuray saddex arrimood. Waa ta koowaade, samadaa lagu qurxiyey oo waa idinka arkay samada habeenkii markaad eegto quruxda iyo dhalaalka ka baxaya. Waa ta labaade, waxaa laga yeelay kuwa lagu hanoono oo dariiqa iyo jihooyinka lagu aqoonsado lagu calaamadsado, oo marka la dhammo ama la lumo ama jihadu ay kaa lunto, dee dadka xidigaha yaqaanaa xidigaha lagu aqoonsadaa xagga qiblada ama jihaadu ay kaa xigto. Waa ta saddexaade, waxaa laga yeelay rujuuman lishayaatiin, kuwa shayaadiinta lagu gano oo lagaga aargoosto. Intaa waxaan ahayn qofka xidiga ka doonaa wuu lumay, ayaa Qataada uu yidhi calayhi raxmatullah, oo in laga faashada iyo in la xidigiyo oo la yidhaahdo waxbaa laga dhex eegayaa iyo yacni waxaasoo dhan wax bannaan oo loogu talagalay xidigaha ma aha. ee xikmadda alla u abuuray waa saddexda arrimood. Allah waxa uu yidhi tabaaraka waxa sarreeya oo weynaaday khayrkiisuna batay alladii allaha biyadihi gacantiisa uu ku jira almulku lahaanshaha iyo boqortinimadu wa huwa rabbi calaa kulli shay-in shay walba qadiirun, kii kare ee awooda weeyey. Alladii allaha weeyaan rabbi khalaqa abuuray almowta dhimashada iyo walxayaata noloshaba
ليبلوكم سويدين امتحامو أيكم كينا أحسن وناك بضن عملا حق عملك. وهو الرب العزيز الله غالب كان عيدنا بيكسن كريم وي الذي يغلب ولا يغلب الغفور الله الدم بدافي استبدن وي دومدي سو الدم بدافا الذي الله وي خلق أبو ري سبع سماوات سموي تضبع طباقا حال أي إنكو إسكو دبولا ما ترى أرك ميسد في خلق الرحمن إله الرحمن كأبور كيس كدح أرك ميسد من تفاوت وحكلا تكسنان إيكلا دوانان أفرجع بالهدى كعلي البصر أرقاق كعلي هل ترى مياد أركيسا من فطور وحد الدلاعة ثم ارجع هدنا كعلي البصر أرقاق هدنا كعلي كرتين اللبشير كعلي ينقلبو كقصو نقني إليك أدق البصر أرقاق خاسئا حال ويامد سوقول درايستي وحدوني أنهل وهو إساق أرقاق حصير ويهي مدالي وآدي آدق طبعي الله وحوري ولقد زينا نبع هانتي وقرحني السماء سمد أيان قرحني سمد الدنيا إدويت واتني نسو حكته بمصابيح فينوسي أيان قرحني واحد دقاهاسي وجعلنا وحنا نكيلي هاحد دقاهاسي رجوما كوالا قغنو للشياطين شياطين تكوالا قغنا أيان نكيلي واعتدنا وحنا نغديار قريني لهم شياطين تا آخرة وحنا نغدياريني عذاب السعير نار تاهل عيسى سعير الله يداهده عذاب كيدا ايان نغدياريني عياذا بالله الله سبحانه وتعالى آيات كان وحكوت الماميا عاقبة اما عرب حمد قالدو اي لكل ميان يسيد الدم بغوضا ايو قرانيان لكن واحلي اعترافك اي قرالكو أنا وحبه تري الله وحوري وللذين كوي وح أصغا كفروا قالوا بي بربهم ربي قد كقالوا بي عذاب جهنم جهنم عذاب كذا أي أصغا وبئس وح حماضي المصير ما الله أهذا الله نقدنا وح وحما شبضا جهنم عياذا بالله الله وحوري ذا القو مرك الله قطوره فيها جهنم دحديدة سمعوا وحاي مغليان لها جهنم وحاي كمغليان شهيقا عطدير قيلو يهين راك يعني شهيق وحالي هذا عطك آذو دير الضمير كي لك راهيستو إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير يعني دوقا حن إيه لك راهيستي الضميرها ويهين شهيق مركها دوقا يهين راك أي أي مغلي دونان جهنم وقيليسا والحال هي جهنمي تفور أي كريسو تكاد وحي كسيغان أي سابه هي جهنمي تميزو إن أي كلاسو عنتو أي كلا دل دل لاعدو أو قبل قبل أيو كلا قوضو من الغيظ عرض أي قالد أقب تدرتيد أي أي كدوانا سا إن أي كلا دل دل لاعدو كلا قوضو كلما ألقيا مركستو لغو تورو فيها جهنم دحديدة فوج كوح لغطورو سألهم وحي ويدينيان خزنتها جهنم ملائكتي إلى لذك أهيد الله دري أرن كيدا يعني ملائكتي نارت أي وحي ويدينيان كوح جهنم لغطورو ألم يأتكم ميان إيدين إمن نذير رسول إيدين ديغا ديغا ميانو إيدين إمن وحان إيدين كسوهر ريي ميانو ربال إيدين كشيغين قالوا دبيض وحي أوران أيان بلا إسكبر دافين أنو نائمان أو نائمد بلا ما يو نائمد قد جاءنا ونائمد نذير ديغ يعني مد نو ديغ ونائمد أو فكذبنا دبيض ونبينني أنك أيا رمين وين أو بينني وقلنا ولب وحن كنده أفك يغمانان هايسن إذا دران كدرسن إيان شحم أو وحن ولب كنده وبردني ما نزل الله إلى هاي ما بسودتين من شيء وحبا وحل لو سودتين ما تشرو إن أنتم إذنكم متيدين بانو كوني دي الرسوشي إلا في ضلال
baadi dhexdeed mooyee wax kale kuma sugnidin baadidaasoo kabiirin weyn waqaaluu waxaanay yidhaahdeen low kunnaa haddaannu ahaan lahayn adduunka markaannu joognay nasmacu kuwa wax maqlaya oo samac iyo basar lahoo dee maqalkooda wax ku intifaacsanaya aw nacqilu ama aannu caqli leenahoonu wax kala garanayno maa kunnaa maanta maanaan ahaaneen fii asxaabi saciiri saciire asxaabteeda maanta kumaanaan dhex sugnaaneen gaaladii maxay qirteen inay bilaa caqli ahaayeen yacani dadka qaarkood baa u haysta gaalkan dayax kameedka kiciyey inuu caqli badan yahay caqli ilaahay lagu garan waayey caqli ma aha waayo dee callama alinsaana maa lam yaclam waxani waa xikmad ilaahay oo waa sunno kawniyaho gaal iyo islaamba yacnii sunanta iyo duruqda wax lagu sameeyo qofka darse ee bartaa ama gaal ha noqda ama muslim ha noqdee wax wuu sancayn karaa waanu samayn karaa waa moodin muslimiinta islaamnimadu inay dib u reebtay iyagaa arrimihii adduunyada aan dee ku dadaalin oon horumar iyo taqadum ka samayn gaaladuna iyagaa adduunyada ku dadaalo taqadum iyo horumar ka sameeyey markaa taasi wax macnaa samayn mayso qof adduunyada wax ku sameeyey wax ilaahay weliba dee uu sakhiray laakiin xaqiiqa ahaan caqliga dhabtii waxa uu yahay ka ilaahay lagu garto yacnii ninka caaqilkiihi waa ka ilaahii abuuray ee sidaa wax u sameeyey ee isaga laftiisa hadduu isku fiirsado aayaadka ku jira aanu koobi karayn qofka ilaahay garta kaasaa caaqila ka ilaahay garan waayaana caqli ma leh hadduu doono dayax gacmeed baa kiciyo ilaahay waa kaa tilmaamee ka warramaya inay aakhiro ku calaacali doonaan low kunnaa nasmacu aw nacqil maxay naftoodii ku qireen inay bilaa caqli ahaayeen waayo dee waxa weeyaan diyaarad hadday sameeyeen ilaahay iyaga sameeyey garan waayeen alla waxa uu dhifactarafuu waxay qirteen bidambihim dunuubtoodii ayaa ay qirteen waa mufrad mudaafo yacum yacnii jamiica dunuubi waalaasaam wax alla waxay galabsadeen ee ay galeen factarafuu waxay qirteen bidambihim ay bidunuubihim dembiyadoodii bay qirteen allah waxa uu dhi fasuxqan haddaba fogaansho ayaa liasxaabi saciiri saciire asxaabteeda u sugnaaday marka ama khabariye ka dhigo fasuxqan fogaanshaa liasxaabi saciiri u sugnaaday ama ducaa'iyaba ka dhigo fasuxqan fogaansho liasxaabi saciiri ha u sugnaado oo bimacnaa abcadahum ullah ilaahay ha durkiyo ha fogeeyo ayaa ay noqonaysaa aayaadkanna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu qeexay dee ma'aalka iyo meesha ay gaaladu galayaan iyo masiirkooda liita waxaa kaloo rabbi tilmaamay aakhira markay tagaan wakhti aan ictiraafka iyo qiraalku waxba u tarayn oo tala fara ka haaday oo xeedhiyo fandhaal kala dhaceen oo wax alla waxay qabsan karaan aanay jirin inay calaacalayaan oy cataabayaan oy odhanayaan waxa weeyaan haddaannu caqli iyo samac iyo basar leenahay maanta halkaa umaanaan hoyanneen marka ictiraafkaasi waxba u tari maayo waxaana waajib ku ahaa maanta inay wax ictiraafaan oy gartaan waayo naftaada dunuubteeda inaad ictiraaftood qirato maantay wax kuu taraysaa ee berri waxba kuu tari mayso allah waxa uu ihi waliladiina kuwii waxa u sugnaaday kafaruu gaaloobay birabbihim rabbigood ka gaaloobay cadaabu jahannama jahannama cadaabkeeda ayaa u sugnaaday wa bi'sa almasiiru wa bi'sa waxa baas lahaadoo xumaaday almasiiru meel loo ahaadoo loo noqdo marjicana jahannama ayaa ugu xumaan badan oo yacnii xumaatay almaqsuusu bidammi waa jahannam ciyaadan billaah ta waxa weeyaan ceebta iyo xumaanta lagu gaar yeelayaa waa jahannamo oo wa bi'sa almasiiru ay almarjicu waalma'aab meel loo noqdana jahannama ayaa ugu xumaansha badan idaa ulquu marka lagu tuuro fiihaa jahannamo dhexdeeda marka gaaladii lagu tuuro samicuu waxay maqlayaan lahaa jahannamo waxay ka maqlayaan shahiiqan qaylo dheer iyo hiin raag ayaa ay ka maqlayaan walxaal hiya jahannami tafuuru ay karayso iyadoo karaysa oo haddana qaylinaysa ayaa ay maqlayaan takaadu waxay ku siganaysaa hiya jahannami tamayazu inay kala googo'do ay kala dildilaacdo min alghaydi min ajli alghayd
yani caro iyo ciil dartii inay la kala googooday ku dhawaanaysa maxay u ciil qabtaa oo u caroonaysa gaalada iyo mujrimiinta inay ka argoosato oo lagu sii daayo waatayna suuratul fajr ku soo maray wajiga yawma idin bi jahannam in rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih muslim yuta bi jahannama yawma idin laha 70 alf zimam maa kulli zimamin 70 alf malakin yajurunaha rawahu muslim yaani maalinta waxa la keenaya jahannama oo lagu xajinayo 70 alf zimam 70 kun oo hogaan oo mid walba awoodiisa alle mooyo cid kale aanay ogeyn ayaa lagu xajinaya maa kulli zimamin 70 alf malakin yajurunaha hogaankii walba 70 kun oo malag ayaa xajinayo jiidaya balad u qiyaaso awoodiye itaalka leedahay taa marka mujrimiin iyo gaala lagu fasaxo maxay ka soo reebi ilaahay naga badbaadi takadu waxay ku siganaysaa hiya jahannami tamayazu inay kala dildilaacdo ay kala googoodo min alghaydi min ajli alghaydi ara iyo ciil dartii kullama ulqiya markasto lagu tuuro fiha jahannama dhexdeeda fawjun koox lagu tuuro saala waxay waydiinayaan hum kooxda khazanatuha ay khazanatu jahannam jahannama malaa'ikati ilaalinaysay ayaa waxay kooxda su'aalayaan lagu soo tuuray alam ya'tikum warmiyanu idin iman nadhirun dige mid idin diga miyanu idin iman qaaluu waxay oranayaan bala iska badhaaf inaanu noo imane waa noo yimid qad jaa'ana wa noo yimid nadhirun dige oo fakadabna tabeed waanu beeninay oo wa qulna waliba waxaanu nidi ma nazzala allahu ilaahay ma soo dejinin min shayin ay shay'a waxbaba alla ma soo dejinin in antum ay ma antum idinku maydaan ahaanin baanu rusushii ku nidi illaa fi dalaalin baadi dhexdeed mooye wax kale kuma sugnidin baadidaasoo kabiirin weyn wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen iyagoo calaacalaya law kunnaa haddaanu ahaan lahayn adduunka markaanu joognay nasmacu kuwa wax maqlaya oo maqalkooda dee wax ku taransanaya aw nacqilu ama caqli laho wax kala garanaya maa kunnaa maanaan ahaaneen maanta fii asxaabi saciiri naarta holcaysa asxaabteeda kumaanaan dhex jireen factarafuu alla waxa uu ihi way qirteen nimanku bidambihim ay bidunuubihim dembiyadoodii waa qirteen oo waxma u taraysaa may fasuxqan fogaansho ayaa liasxaabi saciiri naarta holcaysa asxaabteeda fogaansho ayaa u sugnaaday oo macnaha waa la fogaynayaa ee la soo dhaweyn maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu inooga soo waramay gaalada iyo meesha ay marayaan si aynu dariiqooda nafteenna uga duno aynu uga digtoonaano ayaa ilaahay waxa uu ku xijisiiyey mu'miniintu ma'aalka wanaagsan ee ay helayaan si aynu ugu dayanno oo dariiqooda aynu u marro alla waxa uu yidhi inna alladiina kuwa yakhshawna ka cabsanaya rabbahum rabbigood ka cabsanaya bilghaybi xaal ay maqnaansha kaga sugan yihiin macnaha rabbigood iyagoon arkayn waayo alla hadduu arkayo dee iyagu ma arkayaa ilaahay waxaynu caabudannaa oynu ka cabsanaynaa innagoon arag ilaan mu'miniintu jannada ilaahay ku arki doonaan laakiin adduunkumaynaan arag marka miisada wanaagsan ee lagu ammaanayaa waxa weeye alla oo inay arag ayay adduunka kaga cabsanayeen dee aakhiriya abaal wanaagsan ku mudanaya alla waxa uu yidhi ina alladiina kuwa yakhshawna ka cabsanaya rabbahum rabbigood ka cabsanaya bilghaybi xaal ay maqnaansho kaga sugan yihiin oo allahood iyagu aanay arkayn allaha arkayo oo uu arkayaa laakiin iyagu ilaahay aanay arkayn kuwa ilaahay iyagoon arag haddana adduunyada kaga cabsanaya lahum waxay leeyihiin maqfiratun dambi dhaaf iyo wa ajrun abaal abaalkaasoo kabiirun weyn dambi dhaaf iyo abaal weyn ayaa ay leeyihiin maxaa maqfirada loo hormariyey weelka marka la xalee si fiican loo maydho ayaa waxa wanaagsan lagu qurxiyaa ama malab ha lagu shubo ama subag ha lagu shubo ama caana ha lagu shubo laakiin weelkii isagoo uskagoo wasakhaysan miyaa wax wanaagsan lagu shubaa haddaba ruuxii mu'minka ahaana marka la soo maydho isagoo nadiifa oo wax dambi aan lahayn ayaa jannada iyo nicamteedii lagu qurxinayaa marka maqfiradu waa maydhid
wixii adduunka uu soo maraa laga maydhayaa. Dabeed isagoo nadiif oo maydhan ayaa lagu qurxinayaa abaalkii. ilaahay waxa uu yidhi wa asiruu qarsada qawlakum hadalkiina aw ijharuu ama ku dhawaaqa bihi qawlka qawlkiina ama qarsada ama muujiya innahu alle caliimun waa mid uu cilmi badan bidaati suduuri yacni waxa weeyaan xaaladaha ay laabta u saaxiibka yihiin iyo waxa aad niyaddaada ku qarsanayso ilaahay waa ogyahay subxaana rabbi waxa uu yidhi alaa yaclamu miyaanu ogeyn man midka khalaqa wax abuuray huwa isagu allaha wax abuuray miyaanu ogeyn khalqahu abuurkiisa miyaanu ogeyn alla ilaahay maya waa ogyi wahuwa alle allatiifu waa ka u ogaalka badan waxyaabaha yaryar ee qarsoon een cidina aanay dareemayn ilaahay waa ka og ee aanay ka qarsoonayn alkhabiiru xaalad walba waa ka xogogaalka u ah ee wax ka qarsooni aanu jirin waxa kaloo lagu fasiraa allatiifu min alludfi waa ka addoommadiisa u tura ee u naxariista waxay aayaddana tilmaamaysaa yacnii cumuumu cilmi illaahi caza wajal cilmiga ilaahay siduu caamka u yahay waxaana alla uu tilmaamo uu yidhi alaa yaclamu man khalaq ilaaha khalqigiisa abuuray khalqigiisa miyaanu xogogaal u ahay maya xogogaal buu u yahay waayo isagaaba abuuree yaa ugu ogaal badan tusaale ahaan maanta adigu waxa yareed samayseed aduu dhoobdhoobto ma cidkaaga xogogaalsan baa jirta dee maxaad u malaynaysaa rabbigii kownkaa aad arkaysa taagay cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysa ma cid baa waxa uu abuuray uga warrami karta walaa yunabbi'uka midlu khabiir ilaahay cid igu xogogaalsani khalqigiisa ma jirto cid kaaga warrami karto warbixinta alla uu ku siiya mid lamida kaa siin kartaana ma jirto alla waxa uu huwa rabbi alladii waa allaha dabeed ilaahay wuxuu ku xujisiiyey kathratu nicamihi calaa cabdi nicamta tirada badan uu ku galladaystay addoonkiisa huwa rabbi alladii waa allaha jacala yeelay lakum idinka yeelay alarda arlada daluulan mid hayinoo sakhiran oo idin laylyan bal arladu hadday inagu qooqdo inagu dhaqaaqdo oo ay sugnaanba weydo kolba dhinac u dhaqaaqdo sidee nololi uga suuroobaysaa miyaa la dhisan karaa miyaa lagu dhaqmi karaa miyaa la qodan karaa miyaa la dul socon karaa waa maya waxaynu ognahay daqiiqado yacnii adduuma yacnii dhulka caalamka meelaha qaarkood dhowr daqiiqadood yacnii dhulgariirka ka dhaca inta isbeddel iyo kharaab iyo burbur iyo baaba ku dhacda wayna ka aragna tobannaan sannadood baa dib loo dhisaa wixii daqiiqad ku dumay marka waxaad dareemaysaa daqiiqadaa yarna adaa wax lagu dareensiinayo lagu lahaa ilaahay awooddiisa eeg oo arag oo wax ku qaado dee maxaad u malay intaasoo joogta ah oon lagaaga jimcinayn miyaad ku noolaan lahayd alla waxa uu yidhi huwa rabbi alladii waa allaha jacala idin yeelay lakum idinka alarda arlada idinka yeelay daluulan mid laylyan oo hayin ah yacnii hayinka waxaa la yidhaha awrka la rartee la gaadiidsaday ee aan dhaqdhaqaaqin ee sida qaalinka dee aan buubayn ama aan didayn marka hayinkaasa alla arlada idinka yeelay ee famshuu socda fii manaakibihaa garbaheeda socda manaakibta waxaa looga jeedaa dhinacyadeediiyo atraafteeda dacal walba u socda oo wakuluu cuna min risqihi ilaahay arsaaqadiisa cuna waxaad cunaysaa waxaad adigu leedahay maahee waa wax alla ku siiyey oo roobka yaa soo dejiyey rabbi baadka dhulka yaa ka soo saaray rabbi idan yacnii arsaaqadan aad ku noosheheed cunayseed cabbasaa waa risqullaah dee sow gardarro maaha ilaaha risqiisii aad cunayso inaad ku caasido ood ku caabudi weydo ilaa waxaa ku jirta wakuluu min risqihi ilaaha ku arsaaqaya arsaaqadiisa ku caabud oo ha u kaalmaysan inaad ku caasido ilaan dadka qaarkood ayaa waxay u cunayaanay u cabbayaan inay ku caasiyaan awood iyo tamar baabay u sii qaadanayaan macsiyada ciyaadan billaah ilaahayna waa u dul qaadanayaa laakiin maalinta uu qabto cidina ka furfuri mayso alla waxa uu yidhi ilaallah ilaahay xaggiisa ayuun buu ahaaday annushuuru soo bixinta dambe iyo isa soo saaridduna ilaahay xaggiisa ayay ahaatay idan aayaadkan ilaahay wuxuu ku tilmaamay cilmiga ilaahay inuu caam yahay iyo nicam fara badan inuu addoommadiisa ku galladaystay ina alladiina kuwa yakhshawna ka cabsanaya rabbahum rabbigood
bilqaybi xaal ay maqnaansha kaga sugan yihiin oo aanay allahood arkayn lahum kuwaasi waxay leeyihiin maqfiratun dambi dhaaf iyo wa ajrun abaal abaalkaasoo kabiirun weyn wa asiruu qarsada qawlakum hadalkiinna aw ijharuu ama muujiya bihi qawlkaas innahu alle caliimun waa midu cilmi badan bidaati suduuri laabuhu xaaladaha ay u saaxiibka yihiin iyo waxay qarsanayaan ayaa ilaahay ogyahay laabtaada waxa ku jira ama naftaadu ay kuugu sheekaynaysa alle hadduu ogyahay dee waxaad muujisateen muuqdana maxaad u malayn alaa yaclamu miyaanu ogeyn man allaha khalaqa wax abuuray huwa isagu khalqahu ilaaha khaaliqihi khalqigiisa miyaanu ogeyn maya waa ogyahay وهو ربي اللطيف والله وحول بأق وحيابها قرصون هوسي حقوقالك هو الخبير وإله حقوقالك هو حالد ولو أدونك سوك سوكياي هو ربي الذي والله جعل يالي لكم إذن كايدين يالي الأرض أرلض إذن كيالي ذلولا مدهين الليليا فمشوا صعدا في مناكبها قربه هذا معناها هريره هذا صعدا وأدونك تدع الذي سأصفر قنعسي إيشقو إذن كو آدية وكلوا عنا من رزقه إلهي أرسا قدي سنعنا أعب وإليه أي إلى الله إلهي حقي سأيومبو هذا النشور صبحنت الدنب إيسا صوصار دون إلهي حقي سأيهاتي آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وحاو كتل ماميا تهديد إيه قود إيه هنشباد وأسو تشيدين أيو كوا قال دا إسنكتاي إيه أن كعب سنين عذاب كيس الله وحاولي آمنتم ما وحاك آمن نقطين من الله في السماء سمد كسر رأي سمد لبا معنى بوا لغو إطلاقا وحا سمد لغو إطلاقا العلو المطلق وحا كستو كسر رأي حتى سقف كوري قاقن سمد والله رحضا وابن قطيب وحا ويري كل ما علاك فهو سماء وحي كسر رأي بس سموكوية مركا سمد سرين والله رحضا ما ها تضبطن سمي كلا سرية وحا الله وحي كاسر رأي اللغة عربية سموا ليرا ووحا الدليل وحي كاسر رأي وسماء لغو إطلاق اللغة أهان إلهي وحيد وأنزلنا من السماء ماء طهورا وحا نسمد كسودة جنني بيه طاهرة هذا بيه وحي كسودة جنن السمد ماها سماوات كان تضبطن كلا سرية بيه كما سودة جنني وحي كسودة جنن ضرورة صماء ضروره هنا ده سمدنا إنه أركينا يردول كدحده ده وياني يعني ضروره ده سمد ما جارسيسنا وإلهي بابيد والصحابي المسخري بين السماء والأرض يعني ضرورها الله سخرين لليلي عرك يردول كدحده ده مركا ضروري هي سمدي سو مكلا دوانا مركا وأنزلنا من السماء وحلو جيه ده وضروره مركا معنوه وحا ونقونا يا وأنزلنا من السماء حق السري وحن كسو دجنو ضرورها ما ان طهورا مركا ايات من السماء وحا لغو فسريا ان لوغا جيدا علويغا مطلق ما دام ضروريها اي كا سريان ضرورها لو جيدا اي سماواتكا دي روبكو كما يمادو سيدو كلي كلمه التوحيد الهي مركي او كشبهي جيد وناكسن او جريدي سنا اي دولكا كسوغنتahay لامي سنا سمدا ما الله ويدي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يعني كلمة دي التوحيد كوحل لغو شبهه كشجرة طيبة سيدي قيد وناكسن قيد كا وناكسنو أصلها ثابت قيد داسو تريد ديدا أما قنتي دولك أي كسو قنطاي وفرعها في السماء لا مهيد حق السراء oo geedka wanaagsan ee jiridiisu dhulka ay ku sugan tahay laantiisu ma samaawaadka gaadha waxa loo jeedaa wa farcaha fi samaa ay fi al-ulu xagga sare yaani laamaheedina xagga sare u baxeen jiridiina dhulka haysta idan waxa samada macaanideeda kamida al-ulu wixii ka sareeyaaba saqafka gurigaagana dhaho waxa lagu tilmaamaa samaa waxa kaloo sama la yiraahdaa de todobadan samee inaga sareeyay kala sareeyana sama waa la yiraahdaa
هذا آيات لبا تفسير بوا لغو فسري إن سمدن بمعنى العلو لغو معنى يؤو معنوه النقضو أأمنتم موحد كأمن نقطين من في السماء الله حق السريك السقن إله إذن كسرية مية كأمن نقطين مركز سمدي وإن لا يرى علو ولا يرى في السماء في العلو الله إذن كسرية وحكى لو بنان سمدن إن لغو معنى يؤو سمدي عادي أهيد ee inaga sareeyso todobaadan samo ee kala sareeya markaana fiidu waxay noqonaysaa bimaacna cala oo waxa weyn waxa la yiraahdo xuruful jarri aanu baacduha aan baad xuruufta jaar luqada carabiga way ismaxal degan ama way kala naayib noqdan oo yaani waxa weeyaan xaraf macnihi aya xaraf kale macnihiisa u qaata marka hadii samada samadi caadiga ahayd laga dhigo fiidu waxay noqonaysaa bimaacna cala si ilaahay culuugiisa loo sugo macnuhuna wuxuu noqon marka من في السماء أي من على السماء الله السماء ذا كسر إياه مركا لبدا معنى كاترا هذا بواسح هذا في دانا بمعنى على كاركتو السماء ذا نأت سماء ذا يدي أديسو ومن في السماء الله السماء ذا كسر إياه إلا أهل سنو وحي اعتقاتين الرحمن على العرش استوى إن إله الرحمن كي عرش جيسا وكسر إياه مخلوقات وردن إلهين وكسر إياه هذه كلنا وحلا ورانا يوم من في السماء أي من في العلو يعني مياد آمن كن نقطتين الله حق سره كسرًا والسمد علو أي الله معناه لبض بواصح الله وحول آمنتم مياك آمن نقطتين من الله في السماء أي على السماء سمد كسره يا أما من الله في السماء أي في العلو حق سره كسرًا مياك آمن نقطتين أن يخسف يريد الله شربكم يدنك الأرض أرلاضة إنو إذن لچارو مياك آمن نقطين وفإذا هي وابا إيادي أرلاض إسلام مركيبا تمور ميريسا نيسا يعني إذا ذا فجائية مركا لغدقو وحويان أو مياك آمن نقطين للك إنو إذن لچارو أو إسلام مركيبا أرلاض أو وريقيسا نسا عداركتان أو كل بردين عو دقاقيسو يعني دقاق يتحرق يضراب سمينيسا أم أمنتم مياتك آمن نقطين من الله في السماء أي على السماء سمد كسرية أما من في السماء الله حق سر كسرًا مياك آمن نقطين أن يرسل إنو إذن صدر عليكم إذنك حاسبا دبيل قرور حوته فستعلمون وأغان دون تنبار ربي أويري كيف النذيري كيف النذيري sida ay ahaatay waxa weeyaan digniintaydi aan idin digayay ay kayfa kaanat aaqibatu indhari lakum bil adab ashadid yaani digisti an adab daran idin ka digayay cidibteedi dambe siday noqotay alla ilaha waa ogaan doontaan waqti dambe ayaa garan doontaan oo adab iyo cuquba aad la kulmi doontaan walaqad kadhaba dhabahanti wa beeniyeen alladina kuwi min qablihim iyaga ka horeeyay افا كيف سيدابا كان وهادي نكير اي انكاري يعني ديد السيدي ان قال لماذا اديدي اي عربتيدي دنب سيداي اهاتي تي وحي اهاتي عذاب اي عقوبه درن اني لا كلنتي والهي واك كورمي تي سيده امم كي غالوباي او غلاي الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إلى هيدا وعقابا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل مركا كيف كان نكير معناها ديدستي أن قال لماذا أدي دي عربتي دي سيدي النقطي دي وحويا سيدي النقطي إلا عذابي ولا عقابي وي الله وحوري ألا أولم يروا أولم يروا مياني أرق إلى الطير الشمبرها فوقهم حال أي دشودة كسوغيهين صافات إيقو قربه ذا كلب حينيا إيبال شودة ويقبضن أوهدن الله بيا ما يمسكهن مها يشمبرها أوهل كاها وذاكو مها يو إلا الرحمن إلا أن حريصة بلارن لمو يعدك لو هيسا مجرتو الله الرحمن كالرحمة دي سكوها إياه إنه الرحمن كو بكل شيء شيء والبا بصير كي أركي يوي
allah waxa uu tilmaamay oo uu yidhi miyaa dadku ay aamin ka noqdeen in cuquubo degdeg ah ilaahay u soo dadejiyo oo ama uu dhulka la jaro ama dabaylo dhagaxaan wataba uu u soo diro miyay ka aamin noqdeen markaasi haddana goodi iyo waciid lagu gabagabeeyo ilaahay waxa uu yidhi digistii aan u digayey iyo diidistan gaalnimada u diidayey cidhibteedii siday noqotay waqti dambe ayay ogaan doonaan oo ay arki doonaan haddana ilaahay waxa uu tilmaamay oo dadka uu ku baraarujiyey inay eegaan bal hadda shimbiraha ka sarreeya ee hawada duulaya ee marna baalasha kala bixinaya marna isku laabaya yacni shimbirtii waxaad arkaysaa sida diyaarad miyiga marna iyadoo yacni baalashii intay kala bixisay dee xawaare adag ku socoto dheeraynaysa mararka qaarkoodna iyadoo baalashii iyo baadadkiiba intay isku soo duubtay haddana ordaysa oo sida waxa weeyaan dhagax la tuuray ku dhaafaysaad arkaysaa yacni axwaasha noocaasi waxay mudan tahay cibro qaadasho iyo waantow iyo in wax lagu qaato markaasaa ilaahay waxa uu yidhi maa yumsikuhunna ila araxmaan shimbiraha aad arkaysa ee hawada iska dhex ordaya ilaaha raxmaanka mooye cid haysaa ma jirto halkaa ishaarada ku jirtaa ila araxmaan yacni asmaada ilaahay adeegsiga la adeegsanayaa macaani bay u yimaadaane iskama yimaadaan magac walba meesha uu munaasabka ku yahay ayaa ilaahay u dhigaa marka hadda waxaynu fahmaynaa oo halkaa ka garanaynaa maa yumsikuhunna ila araxmaan in shimbiruhu halkaa naxariis ilaahay ugu baahan yihiin inuu ilaahay ku hayo ilaahay baa markaa raxmadiisa ku haya aayaddan mar kasta oo diyaarad aan fuulo waan xasuustaa aayaddaas awalam yarow ila tayri fawqahum saafaatin wayaqbidna maa yumsikuhunna ila araxmaan waa iska shimbiraha hawada duulayo kale un yacni diyaaradda hawada socota ee aad fuushan tahay yacni waxaad xasuusanaysaa bal halkaa ayaa ku haya yacni baylood baa wada iyo hebel baa wada dee waa callama alinsaana maa lam yaclam ilaahay baa baro u sakhiray laakiin xaqiiqada iyo sirta ka hoosaysa waa maa yumsikuhunna ila araxmaan ilaah raxmaankii haddaanu raxmadiisa ku hayn way iska soo dhici lahay soo maydaan arag diyaarad baa dhacday waxalla waxay u dhacdayna la garan maayo iyadoon cidina waxba yeelin ayay iska dhacaysaay oo sannado dhan bay baadhayaan wixii ay la dhacday ilaahay raxmaanka ahaa ayuunbaa sii daayey markii horena hayey marka macnaha waxaad garanaysaa dee ilaahay subxaanahu watacaala isagaa awooddiisa iyo raxmadiisa yacni hadday tahay diyaaradaha hawada maraya hadday maraakiibta tahay hadday gaadiidka dhulka tahay bad iyo berri iyo hawo iyo jawiba meel walba gaadiidka maraya ilaah raxmaankunba haya oo raxmadiisa ku haya haddii ilaahay doono inuu ku ciqaabo raxmadiisa kaa joojiyana dee wuxuu kugu ciqaabayaa inuu markabkii ama baddu ay kula liqdo ama diyaaraddii kula dhacdo ama gaadhigii kula rogmado waa nooc cuquuba oo lagugu eegayo ilaahay waxa uu yidhi aamintum miyaad ka aamin noqoteen aamintum miyaad ka aamin noqoteen man allaha fi samaa xagga sare ku sugan ama samada ka sarreeya an yaksifa inuu idinla jaro bikum idinka alarda arlada inuu idinla jaro sidii qaaruunba loola jaray markuu isla qooqee uu kibray fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard aamintum miyaa ka aamin noqoteen man fi samaa allaha samada ka sarreeya an yaksifa inuu idinla gooyo bikum idinka alarda dhulka inuu idinla jaro oo faidaa hiya waaba iyadoo arladii isla markiiba tamuuru meeraysana soo warwareegaysa oo dhaqdhaqaaqaysa am aamintum miyaadse ka aamin noqoteen man fi samaa allaha samada ka sarreeya miyaa ka aamin noqoteen an yursila inuu idin soo dira calaykum idinka xaasiban dabaylo dhagaxaan wata inuu idin soo dira miyaa ka aamin noqoteen allah wuxuu yidhi fasatacalamuuna wakhti dambe ayaa ogaan doontaan kayfa nadiiri ay kayfa kaanat caaqibatu indaari digistaydii aan cadaabka idinka digayey cidhibteedii dambe siday noqotay waa ogaan doontaan in cadaab iyo cuquubo aad la kulmi doontaan walaqad kadaba dhabahan way beeniyeen alladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey efa kayfa sidee baa kaana u ahaaday nakiiri ay inkaari diidista idii gaalnimada aan u diidanaayeen uga digayey sidee ayay ahaatay macnaha cuquubo iyo cadaab baa ku habsaday weeye
الله وحوله أولم يروا ميانة أرق إلى الطير شمبرها فوقهم حال أي دشودة كسوغيين صافات إيغو بالا شودة شمبره كالبحين يبادتك ويقبضنا أوهدنا صلابية إيغو مرنا بالا شعما قربها كالبحين مرنا صلابية أو قبانية ميانة شمبرها أرق ما يمسكهن ما هي شمبرها سي إلا الرحمن إله الرحمن كأمو يعد كلامها يسأ رحمن كأي رحمة ديسكو هيا إنه الله الرحمن كأيه بكل شيء شيء والبا بصير كي أركيوي أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هل كان إلهي وحكا قلي توبيخ المشركين على كفرهم وعبادتهم للأصنام عنانت مشركين تلقوا عنانان أيوه قال لماذا ذا إيه أسنامتا يعابديان ربي وحولي أمن واكما هذا كني الذي كاسو هو يسق جند عيدا لكم إذن كإذن عيدا عيدا كاسو ينصركم إذن قرقاريا من دون الرحمن إله الرحمن كأسك دي إذن قرقاري كرا إن الكافرون أي ما الكافرون قالوا ما يأهانين إلا في غرور لغوية يكتسوني موية وحكا لبكما سقنا أمن واسكما هذا كني الذي كاسو يرزقكم إذن أرزاقيا إن أمسك هدو إذن كهيستا ألي رزقه أرزاق ديسا بل ربي رزقي سهدو إذن كقبصده كما إذن سودينيا إلا أرزاق دوك عنت هذا كما شرته وفي السماء رزقكم وما توعدون samada aya arsaaqadiin iyo wixii la idin yabo hayo ku sugan yi marka ilaahay haduu arsaaqadiiba idin ka qabsado dhibic roobaba haduu soo deyn waayo yaani geedba haduu dhulka ka soo bixi waayo ma waxa weeyaan hay'adaha wax caawiye qaramada midoobay wax idin qaban waa maya yaani dadka aqeeda xumada ku dhacday marka kurbada iyo dhibaatooyin ku adkaadaan dadka wax caawiye iyo hay'adaha iyo waxaas loo qararaya حق ربي بالله عرر ماي إلا وحليد ففروا إلى الله كربها ضيدن هشو ورحق إلهي وياع إلا إلهي بدي بيدف بهيا آدم وحب مطره بقول عاومها ضيدن كنا مالين روبدؤ رحمات كربي وحيدين قبنا يو هي هذا دون كردم يدين قبنا مايا وحك صادق كنا الله وحوري أمن واكم هذا كني الذي كاسو يرزقكم يدين أرزاق يا إن أمسكا هذو إذن كه يستهو الرّبي رزقه أرساق دي سبه هذو إذن كه يستو وحكل بداية دبع ربكون هذو حلو يا وحيدين كينيا بل إسك بداية لجو وحيكم مدح ضيقين ويكون دائما أما كوات كيستين في عتو مدح ضيق إيا كبر إيا ونفور عرر إيا ديدمو أي دين تكدي ضيا أفمن ممد كاسو يمشي سعونيا مكبن حال وياي متكو جنبيا على وجهه وجهيس ما مت صعدة يسوى وجهه كو جنبيا ووجهيس صرلك كو صعدة وعجيه هنا حق سرائيه هنا ماذا حكو صعدة مكاسي أيا أهدا هنوم بدن أمن مسمد كاسو يمشي صعنا يهو يسوى سويا يسوى السمن وعجيه سكو تاجن وعلى صراط شدنا كدل سجن جد كاسو مستقيم توسن وموحد كي مشرقي موحد كي وحلقت المامي نن قمات وتاجن ولا بدي سعقوت كصعداء جد كي توسن أنا كصجن مشرقينا وحلقت المامي كوتشي كصعداء إلا فوري مركل بذا إياه ما هنوم بدن تي جوابته وعطه وح هنوم بدن كلوي سكصعداء إسراط المستقيم كي كصجن الله وحوري قل وحت لا نبي الله هو الرب الذي وا الله أنشأكم إذن عريي إذن هل أبوري سقون عدنا إذن كقدين على غير مثال سابق إنشاؤه يعني وا الله أبور كين نبي لابي سقون عدنا كقدين وجعل إذن يالي لكم إذن كا السمع مقلك إيا والأبصار أرقا إيا والأفئدة قلوبتا قليلا وحير ما أؤاد أير ماذا وحل دول لتأكيد القلة يرانتم بسيئة كينسا مركا قليلا ما وحا آد أير
تشكرون انت هذه الله مهاد نيسان وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم شاكرين. قل وحتنا نبي الله هو الرب الذي هو الله ذراكم إذن كفر ديي في الأرض أرلدا أرلدا إذن كفر في عد والبميل ديي وإليه أي إلى الله إلهي حقي سايومبا تحشرون ليدين سو أرورين دونا وقيامها ليدين سو حاضرين دونا. ويقولون وحيورنا ينكو قالته متى وقرما هذا كان الوعد أيبوها بل هذا سو حاضرين تنعطبلن قاديسان وقرما إن كنتم هداهاتين صادقين كورهم شيئا. قل واحد كتير النبي الله إنما العلم علم قوح أهاضيئون عند الله إلهي أكتيسة وإنما أنا أنقنا وحان أهيئون نذير ديغي مبين أي بين النذارة ديغني انتسوا أي عدهي. فلما رأوه مركي عذابك أركان قالدي زلفة حال ويهي مدنو أمل السودويي سيئت والحميي وجوه الذين كوي وچيدو دوال حميي اووي مرغو دين يعني مرغو ايه مقدي اياضوش كفولي كوي كفرو قالو بي او وقيل وحلقو يدي مركي مقدي ايه مرغو دو اي فوشي. هذا كني الذي واكي وعذابك الله يشاري هذا عذاب كني الذي وعذابك كنتما هيدين به عذابك تدعونك وضلبضة عذاب نوكينا إذا سو ميدان هين وقرمة وكا عذاب كي يسكتشرا أود هداد ليديني يا إيطال بل هدا وحيسك عليا إلهي وحاو تلمامي قالدو يعني إذا بدردو دا هلكي إلهي كرمين لهايين إني أنبيادو دي رسوشو دي كوي راهدين عذابك إمكا نوكينا هدا وحيسان. وسورة الأنفال محال ويدي وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وحيد آدين كوي قالوا بي الله يو هديكني ويهي حق أدقو أتصدرتو حقاك كيمي وحد صدا يعني وحوي يعني دبع الروب كأدنك قدكتا بقى حان سمد أدنك قسود جسو أما عذاب حنون كلول نوكين يعني وحن رسوش هذا الله تمد هدو حقي هاي إله عذاب نقسود جبيد هذا waxay culimadu yiraahdeen bal aqal xumadooda ma yoodan haduu xaq yahay ilaahay uu nagu hanooni ilaa sidaas aroonay tooma ma yoodan allahayo haduu xaq yahay nagu hagaaj ee waxay yiraahdeen allahayo haduu xaq yahay nagu cadaab waa aqal xumo. aqal xumadooda waxa kamida radu bi an takuna ma'budatuhum min al hijara wa lam yardu bi an takuna rusuluhum min al bashar. aqal xumo waxa ugu filan waxay raali uga noqdeen ilaahay caabudaan dhagaxay iyagu buurta ka qoranayeen inay ilaahay ka dhigtaan ay raali ka noqdeen oo geed la soo qoray ama dhagax buurta laga soo jabsaday oo sanam ah ayaa intay qurxiyaan ay qortaan ay leeyeen waa ilaahayagi dhagaxba ilaahay raali uga noqdeen inay ilaahay ka dhigaan ay caabudaan waxanay raali ka noqon waayeen rususha rabbi u soo diray bashar karaamalo iyaga lamida inay noqoto bal aqal xumada iyama sareeyo rasuul iyo rabbi yaani waxay raali ka noqdeen dhagaxan inay rabbi ka dhigtaan rasuulkiina waxay yiraahdeen bashar ba ma noqon karo malag ma ilaahay soo diro waa aqal xumo. marka waxa weeyaan qofku ilaahay markuu garan waayo law kunna nasma wa naqil ma kunna fi ashaabi sa'ir marka gaal aqli uu leeyahay ha maqlin aqli haduu leeyahay allee abuuray ayuu ku garan lahaa. aayadii kale rabbi waxa uu isagoo taa tilmaamaya cadaabka inay weydiisanayeen waqaalu rabbana ajil lana qitana qabla yawm alhisab waxay yiraahdeen rabbigayo annaku qaybtaanu cadaabka kulahayn noo soo dadaji waxba noo dambaysiin imika noo keen yaani waa aqli xumo. suuratu saalawaatay noogu min doonta saala saailun bi cadaabin waaqi' lilkaafirina laysa lahu daafi'. marka hore cadaabkan u weydiisteen عذاب كي ويديستين محلقو عرن دونا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون عذاب كهد البنسين ايد نوكين تهيسين وكان اسكاقب توي. الله وحوري أمن واكما هذا كني الذي كاسو هو يسو جند عيدا إذن اللكم إذنك عيدا كاسو ينصركم إذن قرقاريا من دون الرحمن إله الرحمن كأسو كدي عولك إيا عيدا كإذين قرقاريا واكي
إن الكافرون أي ما الكافرون قالوا ما يهانن إلا في غرور كتسوني يوحويا لقويا ويوحك لكم السقنا أمن واسكما هذا كان الذي كاسو يرزقكم إذن أرزاقيا إن أمسكا دو إلهي إذن كقبصدو إذن كايستو رزقه أرساق ديسا أرساق ديسا إلهي هدو إذن كحرلو يا إذن أرزاقيا إذن صوفريا بل إسكبردافي لجو وحي كؤت كيستين في عتو مضح أضيق إيا كبير أيهاي كؤت كيستين إيا ونفور عرر إيا ديدمو أي إلهي دين تيسكا ديديان أفمن هدبا ممت يمشي سعون يهو ويساقو مكبا حال ويهي متكو جنبسا على وجهه وجهه جيسا ممتك وجهه جيسا كالصعودة أي أهدا هنوم بطن أما مسمت كاسو يمشي سعون هو يساقو سويا حال ويهي متسمن وقمات وتاقن ولقوه يساقو كالصعودة كاسو على صراط جدكو دول سغن جد كاسو مستقيم توسن لبدا إيما هنوم بطن جوابت ويسك عده هاي او كل ويسا كسعده توسن اي هنوني هداية بطن قلوا حترى نبي الله هو الرب الذي وا الله انشاكم اذن عريي او وجعل اذن يالي لكم اذن كأسمع مقالك ايا والابصار ارقا ايا والافئدة قلوبتا قليلا ما وحاد اير تشكرون انت ذي لاهي ومهد نقيسان قلوا حترى نبي الله هو الرب الذي الله وي ذراكم إذن كفرديي في الأرض أرلد إذن كفافيي وإليه أي إلى الله إلهي حقيسا ينبا تحشرون ليدي سورورنا يا ويقولون وحيورنا يا متى وقرم هذا كان الوعد أي يبوها قرم ساعدنا دعيسا إن كنتم داهاتين صادقين كورن شيقي إذن كدبتاي قلوا حتى نبي الله إنما العلم علم قوحون أهاضي عند الله لا يكتيسا إلهي ينباؤك قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة من دي ساعة قياما ليس ويديو علم غيدو ألو أقيا الله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل لبضي مخلوق وقمضنا ملك الجبريل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركيس السؤالين جوابتي وحي نقطي كلا ويديني وقما أقوم بضنا كن ويديني وقال كذا وين نقسمنا هاي ألم ويعيدو قيمة شرطه وإنما أنا نقوحنا هايون نذير ديقي مبين أي بين النذارة ديقني انتسوا أي عدد هاي ربي وحاولي فلما رأوه قال دي عذاب كي مركي أركين إلا وبرزت الجحيم للغاوين بنانك إيبادك الله صديقا يا أوه way arkayaan intaanay gelinba indhahooday ku arkayaan Allah waxa uu markaa falan marawu adabki markay arkeen zulfatan hal u yahay mid dhaw oo la soo dhaweeyay si'at wal xumeeyay oo xumaan iyo murug afooshay wajuhul ladina kuwi wajiyadooda ka faru gaaloobay oo waqiila waxana lagu yiri hada adabkani alladhi ki weeyi kuntuma haydeen به عذابك تدعونك وضلب دون دونه سو ميدان رادنين وكان وحسك علي مركا قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم هل كان إلهي وحكوت المامي بد بعد ذا آخرنا إنو يساقو هايو نعم ذا إيا لدنان تأدوني أنا يساقو إنو هايو وإن لنا للآخرة والأولى مركا الدنيا وناكسن هدا دون يسو يا آخر سنة هذا دوني سبا الله هيا إملك له دوني الله وحوري قل وحترى نبي الله أرأيتم بلك ورما إن أهلكني الله هدي إلهي إهلاقه أنيقا إيا ومن معي عد إلى شرطة إلى صعطبة ألا هدون هلاقه أو رحمنا أما النوبة نحريسته فمن يجير الكافرين قال ذي كبد بادين يا من عذاب 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 كاسو أليم من أي مؤلم من حنوشية بل وحل يدي وحد كتلا النبي الله حدي أنا جاي أنت الرمي سب ألا أنها لاجو أما سو النون حريستو بل هذا قال عذاب يا كبد بادين كره يعني وح معنوه وياي وحبا أنك أنا جو مشغولين إيه يدينك آيه نكتها شدا ويا هدي ألا أنها لاجي هذا نح نون حريستبا يعني لبذا كير دعابا
dee idinka yaa wax idinka celin kara yaa cadaab idinka badbaadin kara weeye qul waxaa tidhaha nabi allow huwa rabbi arraxmaanu ilaaha naxariista ballaadhan le weeye aamannaa waanu rumaynay bihi raxmaanka wa calayhi isaga dushiisa uunbaanu tawakkalnaa tala saarannay waxaad ku taqaanaan luqada carabiga taqdiimu lmacmuuli cala alcaamili yufiidu lxasra marka mutacalliqa waa calayhi laga soo hormariya mutacalliqiisii waa tawakkalnaaye xasri buu faa'iideynaya isagun baanu arrinkayaga u dhiibanay cid kale ma tala saaranna weeye waayo tawakkulku waa cibaado ilaahay loo badhaxtiroon cid kale lala wadaajin fasataclamuuna waxaad ogaan doontaan man axadka huwa isagu fii dalaalin baadi ku sugan baadidaasoo mubiinin cad waa ogaan doontaan cidda lunsan wa innaa iyaakum lacalaa hudan aw fii dalaalin mubiin labadeenna ka lunsan way caddaan doontaa weey iyadoo ay yaqiintoo la og yahay ayaa haddana calaa sabiil alistifhaam loo soo arooriyey qul waxaa tidhaha nebi allow ara'aytum bal ka warrama in asbaxa haddii ay ahaadaan maa'ukum biyihiinnu gawraa kuwa arlada quusay oo dhulka hoos u arooray hadday noqdaan bal yaa idiin soo saaraya marka aayaadkan waxaa ilaahay ku tilmaamay uun awalan dee badbaadada aakhiro iyo cadaab in laga nabadgalaa ilaahay bay gacanta ugu jirtaa sidoo kale inaad adduunyada barwaaqe iyo biyo fiican ka heshaana ilaahay uun baa haya cid kale oo idiin keeni kartaa ma jirta weeye qul waxaa tidhaha nebi allow ara'aytum bal ka warrama in ahlakaniya allaahu ilaahay hadduu aniga ii halaago iyo waman macya cidda ila jirta ila socotaba aniga iyo cidda ila socotaba hadduu allana halaago aw raximanaa amase uu noo naxariisto faman yujiiru lkaafiriina yaa gaalada ka badbaadinaya min cadaabin cadaab cadaabkaasuu aliimin ay muulimin xanuujiya qul waxaa tidhaha nebi allow huwa rabbi arraxmaanu waa ilaaha raxmaankaee naxariista ballaadhan iska leh aamannaa waanu rumaynay bihi allaha raxmaanka wa calayhi isaga un baanu dushiisa tawakkalnaa tala saarannay fasataclamuuna waad ogaan doontaan man qofka huwa isagu fii dalaalin baadi ku sugan baadidaasoo mubiinin cad qul waxaa tidhaha nebi allow ara'aytum bal ka warrama in asbaxa hadday ahaadaan maa'ukum biyihiinnii gawran kuwa dhulka hoos ugu arooray ama guday biyihii gebigooduba hoos hadday u arooraan yaa soo saaraya in asbaxa hadday ahaadaan maa'ukum biyihiinnii gawraa kuwa dhulka hoos u galay oo guday hadday noqdaan faman yaatiikum yaa idinla imanaya bimaa'in biyo maciinin durduraya biyo durdur ah bal yaa idiin keenaya faman yaatiikum yaa idinla iman kara ama idiin keeni kara bimaa'in biyo biyahaasoo maciinin durduraya biyo durdur ah yaa idiin keeni kara laa axda cidna ilaahay hadduu biyahaba hoos u guriyo cid keeni kartaa ma jirto markaa ilaahay uun ku xidhnaada oo axad kale ha isku xidhina weeye wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.